روبوت بحجم سيارة أرسلته وكالة ناسا للفضاء لكي يصور ما يمكن أن يراه على كوكب المريخ، وما أدهش علماء الفضاء أنه صور صخرتين كان شكلهما غريباً للغاية، فهما تشبهان زعنفة سمكة القرش ومخلب السلطعون. وتلك الظاهرة تعرف باسم البريدوليا، وهي رغبة الدماغ البشري في فهم ما تراه العين، فيخلق معنى غير حقيقي. لكن بالتأكيد هذه الصخور لا تشبه تلك الأشكال التي اعتدنا رؤيتها على الأرض. ويتابع ذلك الروبوت اكتشاف ما يوجد على كوكب المريخ، فيكتشف حاليا دلتا نهر قديم داخل فوهة جيزيرو، وهي أشهر فوهة على المريخ، والتي كانت مليئة ببحيرة عميقة يبلغ عمقها 1600 قدم، ويحاول معرفة أسرارها.